شاهين موجود معانا وموجود معانا للأجيال الجاية، وهي دي فكرة المتحف. Absolument sauver ce patrimoine, il était en danger. Certains albums photos même n'ont pas pu être sauvés. يعني ده النهارده تقدير لي وتقدير لكل الناس اللي اشتغلت معاه من ممثلين وفنيين. شاهين ده مثل بالنسبه للشباب من الناحيه الفنيه. احنا بنقول للشباب كل واحد عنده حاجة معينة، هواية معينة بيحبها، ينميها ويصر عليها، يحصدوا الأعمال الجيدة اللي عملها في أي مجال، في أي مجال هو شايف هو حبه يركز فيه ويبدع فيه ويقدم فيه. المعرض ده ينتقل إلى أماكن تانية زي البلاد العربية، برضو الجزائر عايزة تستضيف المعرض ده، ودي حاجة جميلة جدا، لأن يوسف شاهين علاقته بالجزائر كانت علاقة خاصة جدا جدا.